وفقا لكل من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، فإن الطائرة الكبيرة هي طائرة يزيد وزنها أو كتلة إقلاعها عن 5700 كيلوغرام. يمكن أيضا تعريف المروحية متعددة المحركات بأنها طائرة كبيرة، ومع ذلك فإن الوزن والطول وبعض المواصفات الأخرى مهمة أيضا بشكل حيوي لقياس حجم الطائرة. مع أخذ في الاعتبار كل هذه المعاملات الحاسمة، قمنا بتجميع قائمة لترتيب أكبر 10 طائرة في العالم لسنة 2023. ولكن قبل بداية الفيديو اضغط على زر الإعجاب، فنحاول إيصال الفيديو ل 20,000 إعجاب وبدون طرف نبدأ الفيديو. في المركز العاشر، بوينغ 747. الرحلة الأولى 2010-2011، المسافة بين الجناحين 68.4 متر، الطول 76.3 متر، العدد 130 راكب. بوينغ 8747 هي أكبر طائرة ركاب في عائلة 747، وهي واحدة من أشهر الطائرات التجارية في العالم. بالمقارنة مع 747 الأصلية، فإن 8747 لديها جسم مطول وأجنحة أعيد تصميمها، ومزودة بمحركات جديدة أكثر قوة. يبلغ طولها الإجمالي أكثر من 76 مترا، ويبلغ وزن إقلاع الأقصى 472,000 كيلوغرام. وربما تكون طائرة بوينغ 747-8 أكبر وأثقل طائرة تجارية مصممة في الولايات المتحدة، وهي أطول طائرة في العالم. تبلغ سعة طائرة الشحن إجمالية 137,700 كيلوغرام. تاسعا، أيروسبايس لاينز سوبر جابي. الرحلة الأولى 1965، المسافة بين الجناحين 47.62 متر، الطول 43.84 متر. اشترت شركة أيروسبايس لاينز التي لم تعد موجودة الآن بتصنيع طائرة فريدة من نوعها بجسم الطائرة المتضخم، والتي كانت مناسبة لنقل البضائع ذات الحجم الكبير. تم توتر نسختين منفصلتين من السوبر جابي. لبناء الأولى استخدم المهندسون جسم طائرة ضخمة بالفعل C-97G توربو، وقاموا بمدها إلى نقطة التي وصل فيها طول الحمولة إلى 28.8 متر. ومع ذلك ظلت قياسات الأرضية كما هي. تم صنع الإصدار الثاني من سوبر جابي من الصفر، سمح ذلك للمصممين بتسهيل المزيد من مساحة الشحن إلى جانب محركات محسنة وأكثر قوة، مما يجعل الطائرة أكثر كفاءة. ثامنا، بوينغ C-17 جلوب ماستر 3. الرحلة الأولى 15 سبتمبر 1995، المسافة بين الجناحين 51.75 متر، الطول 58 مترا. ربما تكون طائرة بوينغ C-17 جلوب ماستر 3 واحدة من أكبر الطائرات التكتيكية الاستراتيجية التي يتم نقلها جوا، والتي تخدم حاليا بعضا من أقوى القوات الجوية في العالم. تم تطوير الطائرة في البداية من قبل ماكدونالد دوغلاس في أوائل التسعينات، ولكن بعد اندماجها في عام 1997 سيطرت شركة بوينغ على مشروع C-17 بأكمله. يمكن للطائرة C-17 استيعاب الألية العسكرية فائقة الثقل مثل الدبابة القتال الرئيسية M1 أبرامز والمركبات المدرعة والمدفعية، ولديها مساحة كافية لحمل أكثر من 130 جنديا أو 102 من المظليين في وقت واحد. سابعا، إيرباص بيلوغا. الرحلة الأولى 13 سبتمبر 1994، المسافة بين الجناحين 44.84 متر، الطول 56.15 متر. إيرباص A300-600ST المعروفة أيضا باسم بيلوغا هي نسخة معدلة للغاية من طائرة A300-600 ذات الجسم العريض، وهي مصممة خصيصا لنقل المكونات الكبيرة للطائرات الأخرى وغيرها من البضائع غير التقليدية. يمكن التعرف بسهولة على طائرة الإيرباص بيلوغا من خلال جسمها الفريد الذي يشبه إلى حد كبير شكل حوت بيلوغا، ومن هنا جاء الاسم. تم الإعلان عن بيلوغا XL التي خلفت إيرباص بيلوغا في عام 2016، وهي حاليا في المرحلة التجريبية. سادسا، بوينغ 747 دريم ليفتر. الرحلة الأولى 9 سبتمبر 2006، المسافة بين الجناحين 64.4 متر، الطول 71.68 متر. في أواخر التسعينات شعرت شركة بوينغ بالحاجة إلى طائرة متوسطة الحجم موفرة للوقود ومناسبة لرحلات طويلة، وكان المنتج الناتج هو بوينغ 787 دريم ليفتر، والذي تستخدمه حاليا العديد من الشركات الطيران الشهيرة في جميع أنحاء العالم.
بسعة الحمولة القصوى تبلغ 113,400 كيلوغراما وحجم حمولة يبلغ 1840 مترا مكعبا. تمتلك دريم ليفتر حاليا ثاني أكبر حجرة شحن من بين جميع الطائرات في العالم. في الرقم 5 على قائمتنا لوكيت سي 5 جالاكسي. الرحلة الأولى 30 يونيو 1968، المسافة بين الجناحين 67.89 متر، الطول 75.31 متر، العدد 131 راكب. مع قدرة حمولة قصوى تصل إلى 143 طنا، فإن السي 5 جالاكسي من شركة لوكيد هي حقا طائرة ضخمة. تحتوي وحدة سي 5 المفردة على مساحة شحن كافية لاستيعاب ما يصل إلى 6 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز AH-64 أباتشي، أو 5 مركبات مدرعة متوسطة الحجم في وقت واحد، وهي تلعب دورا أساسيا في العملية الاستراتيجية للقوة الجوية الأمريكية. تحتوي الطائرة على سطح علوي يضم قمرة القيادة ومنطقة جلوس تتسع لأكثر من 70 راكبا. في المركز الرابع أنتونوف AN-124 روسلان. الرحلة الأولى 24 ديسمبر 1982، المسافة بين الجناحين 73.3 متر، الطول 68.96 متر. أنتونوف N-124 هي طائرة نقل ثقيلة للغاية صممتها شركة أنتونوف الحكومية في أواخر السبعينات. ظلت الطائرة AN-124 هي أثقل طائرة شحن في الخدمة لما يقرب من 3 عقود بعد طرحها في عام 1984، وهي حاليا أكبر طائرة نقل عسكرية في الخدمة الفعلية. تتميز المتغيرات الحديثة من أنتونوف AN-124 بسعة حمولة تصل إلى 150 طنا، ويمكن أن تستوعب أيضا ما يقرب من 90 راكبا في الطابق العلوي. ثالثا إيرباص A380. الرحلة الأولى 27 أبريل 2005، المسافة بين الجناحين 79.75 متر، الطول 72.72 متر، العدد 235. أطلقت شركة إيرباص مشروعا طموحا بمليارات الدولارات في عام 1994 لتتنافس بشكل مباشر مع طائرة بوينغ 747، والتي كانت تهيمن على سوق الطائرات في ذلك الوقت. تم تغيير اسمها إلى A380 بعد بضع سنوات. في عام 2005 عندما تم الانتهاء من المشروع، انتهى الأمر بإيرباص بطائرة عملاقة ذات طابقين يمكنها حمل ما يصل إلى 525 راكبا دفعة واحدة، كما أصبحت أكبر طائرة ركاب في العالم، وهو رقم قياسي تحتفظ به حتى هذا التاريخ. ثانيا أنتونوف AN-225 ماريا. الرحلة الأولى 1988، المسافة بين الجناحين 88.4 متر، الطول 84 مترا. وربما تكون الأنتونوف AN-225 أكبر طائرة في العالم قامت بالإقلاع الناجح. تم تطوير هذه الطائرة العملاقة المكونة من 6 محركات من قبل مكتب التصميم أنتونوف ومقره أوكرانيا خلال الحقبة السوفيتية، خصيصا لنقل المدارات الفضائية من طراز بوران لمهمة الفضاء السوفيتية. استنادا إلى AN-124 روسلان، تم تصنيع الطائرة AN-225 الأولى والوحيدة في عام 1988، ويتم تشغيلها حاليا بواسطة خطوط أنتونوف الجوية لتنفيذ حمولة كبيرة الحجم. وتم استخدام هذه الطائرة العملاقة على نطاق واسع لنقل البضائع الكبيرة للغاية لمسافة طويلة. في عام 2010 سلمت AN-225 زوجا من شفرات التوربينات الرياح التجريبية بطول 42.1 متر إلى الدنمارك على طول الطريق من الصين. في المركز الأول ستراتولانش. المسافة بين الجناحين 117 متر، الطول 73 متر، الوزن الأعلى للإقلاع 589,670 كيلوغرام. طائرة ستراتولانش صممتها شركة كومبوسايت لتلقي صواريخ فضائية من الجو، هي حاليا في مرحلتها التجريبية إذ تم إطلاقها بنجاح، فستصبح ستراتولانش أكبر طائرة في العالم من حيث جناحيها في الخدمة. تم تطويرها من أجل أنظمة ستراتولانش التابعة لشركة بول آلن. تعمل الطائرة بإجمالي 6 محركات ولديها 12 جهاز هبوط رئيسي إلى جانب تروس أمامية مقدمة، وإن طول جناحي ستراتولانش البالغ طوله 117 مترا والذي يتجاوز الآن جناح H4 هيركليز أصبحت ممكنا فقط من خلال تصميم جسم الطائرة المزدوج. ستحمل صواريخا يصل ارتفاعها إلى 35,000 قدم ثم تطلقها في الفضاء.